السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات والتسليم. يا جماعة شير 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 الحساب حولين وبلاغات حولين وبلاغات غيود أي حاجة عشان كده ادونا الشير ادونا الشير ادونا الشير. أول حاجة فقدنا أمس الشهيد ياسر ونقول له مبروك نبارك للشهادة لأنه الشهيد فايز ما خسران، ما في زور ربنا بيختاره بيكون خسران. فالشهيد ياسر فاز بالجنة، استشهد عشان الوطن، استشهد عشان الأعراض، استشهد عشان يحرر الوطن ويحفظ الوطن. يعني هو فايز، فنحن تعلمنا، لكن في النهاية شهدانا ما ماتوا، موجودين عايشين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. خلاص الموضوع هنا انتهى، يعني ما في حاجة بتزعل الناس، بالعكس فقدناه وهي بيناتنا، لكن مشى للدار الأفضل والدار الدائمة. وده حال قبلي وناس أيوب وياسر وعثمان وده الصديق ولغمان وكثير كثير من الشهداء بتاعين المناطق، شهداء المدنيين، ما في، كل الناس استشهدت عشان وطن، في النهاية الوطن موجود. نمشي أول حاجة يا جماعة، دارين نبدأ بموضوع موضوع موضوع مهم جدا جدا جدا، موضوع مهم جدا جدا. قبل ما أديك الميدان ده بيوريك ليه الحرب مستمرة للآن، وبيوريك ليه الناس للآن بتدعم في التمرد من برا، خاصة القحاضة. أدونا الشير يا جماعة، أدونا الشير، أدونا المصاعات. الميدان نار والله العظيم، مولع نار في كل منطقة، قسما بالله العظيم، استسلامات بالجملة. بس لازم قبل أي حاجة نديك صلاح مناع. صلاح مناع، صلاح مناع ده منو؟ صلاح مناع كادر حزب أمة، من الشخصيات الناس من الناس اللي كانوا قاعدين مقيمين في الامارات. كان الفلس مطلع روحه قبل الثورة، كان حالته بالبلة، جات الثورة وتسلغوها، مسك اللجنة بتاعت اللي هي مقرر لجنة إزالة التمكين، شفطوا نهبوا سرقوا، شفطوا نهبوا سرقوا، ما خلوا حاجة ما سرقوها. والواقعة الشهيرة بتاعته بتاعت البيت بتاعه اتحرق، وبيتي اتحرق، وما بيتي اتحرق، وقبضته في المطار من حميتي لما جاء يطلع، قابلوا في المطار، لما اتصل بحميدتي يطلعوا من المطار، كله عارف، الكل عارف. عشان تعرف احنا اتخدعنا واتغشينا كيف. صلاح مناع الان صلاح مناع موجود في تنزانيا، مشى تنزانيا فندق، الان جالس في فندق ريجنسي، ما شاء الله تبارك الله، اشترى مزرعة، اشترى مزرعة وعمل له شراكة مع تنزاني في شركة تعدين. اسمع الكلام ده كويس، الزول المعدوم، الزول اللص، الزول التافه القذر، عمل له، بقى عنده مزرعة في تنزانيا وعمل له شراكة مع تنزاني في شركة بتاع التعدين. ولا يا مادي في اجتماعات مستمرة مع الصهاينة. اسمع كلامي اللي بقوله لك ده كويس، واتحدى واتحدى اطلعين في الكلام ده. الان المجرم الهارب بقروش الشعب السوداني صلاح مناع الان بيجتمع بالصهاينة في تنزانيا، بيجتمع بالصهاينة في تنزانيا، شال القروش حقة الشعب السوداني مليارات المليارات،
بدل كانوا يدعموا بها خزينة الدولة السودانية دعموا بها قروش، دعموا بها قروش وحولوها برا أموال حقتهم. صلاح مناع جزء أصيل في الحرب الحاصلة دي، صلاح مناع جزء منها. بيجي اليوم اللي حنقول لكم باقي التفاصيل، بس انت تعرف ليه الان ليه هنا، تعرف بس ليه هنا، والاي معلومة انا مذهول منها، واي كلمة بقول انا مذهول منها، عشان تعرف الحرامية، عشان تعرف القحاطة. لما نقولون اولاد حرام احنا ما بندون حقهم، لما نقول القحاط ابن حرام ما بندي حقه، لما نقول حرامي ما بندي حقه. صلاح مناع زول سفيه، زول مجرم، زول لص. لما جاب شركة الزبيدة بتاعت الأسمدة وقال الشركات القديمة كلها ما دارينا، جاب لي شركة باسم زبيدة، ما سمعنا زبيدة دي نهائي إلا غنية يا زبيدة البص السريع، عملوا لون شركة وهمية سموها زبيدة، شالت قروش مليارات المليارات عشان تجيب أسمدة وما جابتها، جابت منها 20%، الباقي وين؟ في كريش صلاح مناع. انت عندك وش تاني تتكلم يا صلاح مناع؟ عندك وش تقول انت سوداني؟ عندك وش يوم من الايام تجي السودان؟ عندك وش تقابل لك سوداني ابن حلال برا؟ لانك انت بالنسبة لنا مجرم قاتل زيك زي حميتي. انت زول ما عندك اي اخلاق ولا عندك شرف، قتلت اولاد الشعب السوداني وبحتوهم وبحتوا جثثهم في المشارح وسرقتوا قروشنا وشلتوها برا، قاعدين تسكروا بيها وتتمارسوا بها الضعارة وتعملوا بها السبع وزمتها وتبيعوا في الوطن يمين شمال. الآن صلاح مناع قاعد في تنزانيا في فندق ريجنسي. ريجنسي ده فندق فخم جدا، قروش ما عندك قروش ما بتقعد. صلاح مناع اشترى مزرعة، صلاح مناع المفلس اللي كان بيطقطق لصلاح قوش اصابعه، اللي كان بيقعد بشيل الابريك لصلاح قوش وبشكره بالبشكير، الآن اشترى مزرعة في تنزانيا. كان عنده شركة في دبي وفي مصر، حول الشغل كله قلب تنزاني، الآن شارك له تنزاني، والآن بيقعد مع الصهاينة، بيقعد بيجتمع مع الصهاينة، وإحنا عارفينك عشان تعرف أننا نحن عارفين التفاصيل، ولسه في حاجات ما بنقولها بمزاجنا، بنجي نوري عفانتك ووساختك وأنك أنت زول واطي وأنك أنت زول قذر ما عندك أخلاق، انت زول قذر ما عندك اي اخلاق. حيجي الوقت ولسه اقسم بالله ما خفي عظم، انا لو ما شيبت لك راسك يا شعب يا سوداني بصلاح مناع ده قول انا كذاب. شفت الرمة، هذا الرمة ده والله العظيم ده ما راجل تاني اليوم الدين احتمال السودان ده ما يشوفه بعينه. ليه؟ لانه عارف نفسه، لانه عارف نفسه لص، عارف نفسه حرامي، عارف نفسه سارق كم، عارف نفسه بايع، عارف نفسه جزء من القتل ده، عارف نفسه جزء من الجنجويد، عارف نفسه كدمو العديد، عارف نفسه، عارف نفسه، عشان كده ما بيجي. لكن احنا بندي الحاجة دي رسالة ليه، دي رسالة ليه لصلاح مناع، الباقي بنقوله بوقته. حاجة 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 حاجة، شوية 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 بنديك عشان تعرف يا صلاح مناع ما في زول ما عارف عنك، ما في، احنا اصغر وعارفين عنك تفاصيل التفاصيل، بتلاقي منو بتقابل منو الاسامي منو من صورك قاعده. في تاني حاجه اكتر من كده يا وسخ؟ صورك قاعده، انتوا دارين تتلفتوا وتمشوا تقدموا لكم شعارات الحركه الاسلاميه احنا ما بناكل من الكلام ده. الان احنا عندنا الحركه الاسلاميه افضل مليون الف مره من حركتكم انتم. انتوا لا عندكم حركة ولا عندكم هوية ولا عندكم طعم ولا عندكم لون ولا عندكم ريحة. الحركة الإسلامية وقفت ما خانت،
لما قال لها شكرا جزيلا سلمين البلد سلمت، ما دخلت البيوت اغتصبت. لما قلنا لهم خلاص لهنا دون البلد دارين نداله صالح مناع الضب بتاع الخاله ده يبني لنا البلد، ما قال لنا صالح مناع ده كده، قال لنا جربوا هاكم دي مفاتيح البلد جربوا. الناس زي احنا عارفين انه الناس زي كده كده كده، لكن جربوا. جربنا. الحركه الاسلاميه الان بتكاتل في الميدان بدون اي حاجه، لا دايره تنصب سياسي ولا دايره تعمل ولا دايره تسوي، بتكاتل في الميدان. لما ايام السلم انتوا قاعدين في السودان جوا وتسرقوا وتنهبوا وتاكلوا. لما الحرب دورتوه انتوا وبديتوا الحرب شردتوا خليتوا الوطن وخليتوا الشعب السوداني يلاقي مصير، ولولا جزء من الناس بتاعنا اللي انتوا بتقول عليهم حركه اسلاميه جو راجعين، هيئه العمليات والامن يا جد جو راجعين وقفوا مع القوات المسلحه وسندوها، الدوله السودانيه كانت انهارت. انهارت. ودي الحقيقه. عشان كده حركة إسلامية عادي جدا كلنا، احنا ما عندنا مشكلة مع الإسلام ولا عندنا قضية مع، بالعكس الإسلام ده ديننا وده حقنا، ومهما كان أنا وأي سوداني نختلف في حاجات، حكم أنت حكم أنا كرسي نختلف، لكن لما نبقى الهم وطن بنتجمع كلنا. أنتوا ده سوداني هنا ما عندكم سودانية، أنتوا هنا ما عندكم حاجة، حتى في دي وقت ما لقيناكم وقت الشدة، لقيناكم وقت الملحسة، لقيناكم وقت الثورة، وقت الشوارع كانت بتهدر، وقت الأمن والأمان، وقت البلد بخيرة، لقيناكم قاعدين جوا. لما انولعت أول ناس شالوا شنطون، أول ناس غادروا البلد، أول ناس جروا للطائرات وطلع جوازه وطلع بوهناي وقال لنا مسكين، قال لنا معرس أجنبية، كل دول فيكم جرى. ودي الحقيقة، دي الحقيقة. عشان كده يا صلاح مناع شعاراتك وحركة احنا رضيانين، احنا فلول واحنا الكيزان و56 و62، احنا الدولة، احنا اي حاجة، احنا انت ما تجي السودان بس انت ما داري انك اي شيء في راسك، احنا لكن انت ما داري انك ولا السودان ده يوم من الايام تحلم حلم انك تخد في رجلك تنجسه. وبرا والله ما نخليك، كان في تنزانيا ما بنخليك، كان في رواندا لو مشيت السما ما بنخليك، ده حقنا. حقنا يا حرامي، ده حقنا يا حرامي يا فاسد، ده حقنا يا لص. ده حقنا يا لص يا فاسد. ده حقنا يا نجس يا قاتل. ده حقنا. ما بنخلي ليك. نهاية ما بنخلي لك، قسما بالله العظيم ما بنخلي لك، ولسه ملفاتك حتتكشف كل يوم، حنقول حاجة حبة 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 نسلبيك يا نتن يا قزر يا وي. والله العظيم احنا مخترقينك جوا بطنك، شفت بطنك دي جوان، احنا شفت صورتك دي فتشها، عشان انا اقول لك شفت صورتك الجوا دي فتشها يا نجس فتشها، عشان نوريك الحاصل شنو. نمشي يا جماعة للميدان. الميدان الليلة ما شاء الله تبارك الله. احنا وعدناكم وقلنا لكم يا جماعة الخطاب بتاع ياسر العطا قبل يومين. خطاب ده اليوم ما بعده. كلام ده قلنا لكم حيكون في شغل، قلنا لكم ما عندنا معلومة. لكن من القراءة بتاعت المشهد بتاع كلام ياسر العطا وخطابه. اللي انا قلت لك بيفترق من الخطابات القديمة. خطيت انه يكون في شغل وانه الخطاب ده الاخير. خطابه ده كان الاخير، انا عندي كده. ليه؟ لان نفس خطاب العطا نفس خطاب كباشي، واول مرة اشوف وحدة في الخطاب العسكري. بامانة وبكل وضوح وكل صراحة، أول مرة أنا أشوف وحدة في الخطاب العسكري كلهم بيقولوا بلبس. المشهد ده ما حصل، الآن أنا قلت عليك وبقول عليك. الوحدة العسكرية كلها، القيادة العسكرية مالية يدها وكلها بتقول بس بالفم المليان. الجنجويد ادقوا امس في المدرعات، الليلة دايرين يعملوا انهم هن يا جماعة. الجنجويد ما عندهم حاجة ثانية.
في شغل لو تم الليلة بكرة أنا بطلع هنا بقول لك انتصرت. لو الليلة تم ولا بكرة أنا بقول لك الجنجويدي دق ودق العيش في المدرعات بسيطين، ما عندهم حاجة، 6 7 8 20 100 كلهم دنيا زايلي. الجيش يتقدم جبرة دي ماشي قدام، ارتكازات على كيف كيفك. النازل بس اسم ساينون عندهم حاجة، ما عندهم أي حاجة. ده خراج الروح، خراج الروح. أمس لا هجموا عليه إشارة ولا قريبين الإشارة، والإشارة دي والله ما يشوفوها بعينهم، شفت عينهم على بعد 70 متر ما يشوفوها، 70 كيلومتر ما يشوفوها. أسمع كلامي، اللي بيقول لك جو الإشارة جو الإشارة، والله ده ما عارف حاجة ولا واقع عليه ولا عنده علاقة بأي حاجة. سلاح الإشارة ده ما بيشوفه ولا بيجوا جنبه ولا بيتصوروا جنبه. يتصور على بعد 30 40 كيلو ولا ما عندهم ولا بيجوا بهنا. كله مأمن سلاح الإشارة وحوالينه على بعد عشرات الكيلومترات مأمنة تام تام، ما في ولا لف ولا دوران. كله كلام بتاع ونسة ميديا. الدقوا الليلة في مدرعات دقش نظيف جدا جدا. الفدائيين قاموا بالواجب، عملوا لون القلاشة، جضمون صح وضبون صح، الوضع ممتاز. في تقدم بتاع الجيش بتاع تقدم كبير جدا، واحنا مطمئنين. مدرعات نصر الدين قاعد، مدرعات بألف خير. نصر الدين موجود، مدرعات فوق. نصر الدين موجود يدسم دسم ذاته، جابوه في الجنجويد، جابوه لهم في الورق بتاع البخرة، جابوه عندكم سين في السودان اسمه نصر الدين. نصر الدين ده بيعدمكم نفاخ النار. نصر الدين قاعد بألف خير، ما في حاجة بإذن الله تعالى. الوضع ممتاز، الوضع ممتاز. نمشي لمحور الجزيرة يا جماعة، المناقل شغالين والله، شفنا الفيديوهات في صفحة فرحات، ومفروض ذاته ما يرفع فرحات ودى العمد، ومفروض ما يرفع عليه فيديوهات ولا أي حاجة أي حاجة والله. وإحنا مطمئنين، طالما إحنا عارفين مطمئنين، لكن حتى الفيديوهات دي مفروض ما تترفع. دايرين عشان الشغلة دي تكون كتامي كتامي. الجيش متقدم والشغل ماشي لقدام، والناس قلت لك استلمت، والامور طيبه، والسلاح الجديد استلموه، والعده الجديده وصلت، والشغل جاهز، والرفع الموضوع قاضي، القصه قاضيه، خلاص حكايه قاضيه، انتهت الجزيره، انتهت. ايه النازل الان في مجزره في الهدى، وبدهم في الهدى، وللمواطنين وبيمشوا هناك عارفين يعني ما حيعملوا شنو الجنجويت، ما عندهم. وكلمنا الجيش عارف وشغال الان، الجيش متقدم. ديل جايين يسرقوا لهم حاجه، جايين ينهبوا لهم حاجه، ما بيقدر على الجيش. وعارف الجيش وين بيمشي؟ للمدنيين في الهدى، بيمشي للمدنيين في الهدى، بيمشي يسرق، بيمشي ينهب. ما عنده حاجه، ودي الحقيقه. ما عنده شيء في دي الحقيقه، ما عنده حاجه، خلاص انهيار تام. سلموا منه الناس كميه كبيره، سلموا في المصفى، سلموا اتجاه الجزيرة اتجاه سنار، في ناس سلمت اتجاه الفاشر، سلموا انهيار طام، انهيار طام. الناس الآن انهيار طام، ما عندهم حاجة عشان نجي نخاف ولا نقول لك والله يمكن، ما لا يمكن لا يمكن. النازل خلاص انهيار طام. مناطق كثيرة سلموا فيها، مناطق كثيرة سلموا فيها. وانا اديك حاجة عشان انت ما تمشي بعيد، في ناس دارين يقول لك وانا اشك وانا اشك، والناس ديل والاستسلام ده كيف. انا اديك اربط، ارجع لورا، انت ما تاخذ الموضوع طوالي قدام. ارجع ورا قبل اسبوع، قبل 10 يوم، اجوم نوبر سودان، اجوم نوبر سودان، جو اهل الناس ديل جو ليه؟ في ناس طوال، انا طلعت لايف قلت لك طالما برهان ذكر المصفى معناته الناس دي يلجوا لاولادهم. الكلام ده قلته ولا ما قلته؟ في ناس بتتذكر الكلام ده، قلت لك الكلام ده. ده الحصل امس ده، والانسحابات دي، والتسليم الايام دي، كله ده من الاجتماع بتاع بورسودان. اها رايك شنو؟
التسليم كله. شفت تم التسليم اللمس ده، ده مخرجات اجتماع حسين ابو السودان. اها في ذول كاتبه ارجع الميديا دي كلها، كل ذول يقول لك سلموا ناس سلموا، لا دي مخرجات، ده شغل مرتب، ما شغل صدفه، ده ما شغل صدفه. سبعة تاتشرات بكامل عتاد ويتسللوا ويطلعوا ويمشوا، ما شغل ساي، ده شغل مطبوخ، شغل مرتب، شغل استخباراتي، شغل متفق عليه. عشان ما تمشي بمخك بعيد، ده دي مخرجات بتاعت بورسودان بدأت تتنفذ. دي مخرجات بورسودان، اجتماع بورسودان، احنا وقفنا مع جزء وقلنا متحفظين على جزء. لكن الحاجة اللي حصلت دي أنا فعلا أدتني فعلا في حاجة إيجابية. أقول لك الحق ولا أقول لك إيش كلام الكذب؟ الحصل أمس ده من مخرجات بورسودان، ومخرجات بورسودان حتشوفه في الفاشر حصل برضو استسلام، وحتشوفه في السنار حصل استسلام، وحتشوف الناس اللي عندهم كلهم أو حيسلموا. الموضوع ده منتهي خلاص، القصة دي منتهية. طالما في ناس بدأت تسلم وطالما في ناس بدأت ترفع يدينا، الموضوع ده خلاص. يا جماعة شير ضعيف، يعني الناس تسلموا ديل عشان الناس ما يمشوا بعيد ويقول لك أنا شاكي، وديل دارين يعملوا طابور من جوا وطابور من برا. الناس ما بتربط الأحداث، الناس طوال بتجي حدث جديد بتنسى الفات. بورسودان الاجتماع، الناس اللي لبست الجلاليب دي وجات من هناك وطيران ووصلت وقعدت، ما جات بس تاكل لها لحمة وترجع، ولا جات عشان تسمع خطبة عصمة، جات عشان أولادها. أولادها وين؟ أنا قلت لك عندهم جزء من أولادهم في المصفى. عرفت كيف؟ من كلام برهان. 70% من المصفى جانب وال30%. ليه برهان قال الكلام ده؟ قالوا لأنه الناس ديل يتكلموا معه في الموضوع ده. الآن بدأ التنفيذ بتاع الاجتماع، الآن بدوا ناس يسلموا، الآن بدأ التسليم، الآن في ناس سلموا، الآن حيسلموا زيادة، حيسلموا زيادة، ودي الحقيقة، حيسلموا زيادة. عشان كده الحاجة لما تجيك، دائما لما تجيك حاجة أربط بالأحداث القبلية، ما تساق طوالي وتمش وتقعد تشكي، ما تقعد تشكك أصلا، ما تقعد تشكك. هي كونه جدا جويد يصير مشكلة، لكن اربط بالحدث القبلي وبتعرف انه دي مخرجات حيات، ما ساي موضوع انتهى لهنا. ده بالنسبة للناس الخايفة من الناس الجدل، ناس محمد اسماعيل ده الغايد ومعاه ديل، دي الناس متفق عليه وناس يتواصلوا مع اهلهم وابهاتهم وناس وطلعوا بموافقة، وده الأكيد يعني ما صدفة ولا جات فجأة كده. الناس ديل مشوا أبو دليك وزهجانين يعني من الناس ديل، فجأة حسوا بالزعل جوا المصفى مشوا، لا ده موضوع تواصلوا معاه أنا هلون جوا وتواصلوا وعملوا تفاوض سري وعملوا اتفاق أنه حيمشوا المنطقة الفلانية، حيطلعوا بهناك المنطقة الفلانية وحيلاقون ديل، حيجوا يستلمون، حيجيبون شندي، حيسلمون. ده الموضوع اللي حصل، وهنا قفلنا الموضوع ده. نمش لحاجة تانية مهمة. شفنا الزنديقة رشا طلعت قالت لك قال الرسول، وعن صحيح منه وعن صحيح منه، دي مفروض طوالي يحكموا عليها بالإعدام غيابيا قبل ما تجي، واسحبوا منها لأنها ملحدة. ده اسمه إلحاد، الكلام اللي قالته ده اسمه إلحاد، ده ما فيه لف ولا دوران، ده حكمه طوالي قطع الرقبة. مفروض طوالي يحكم عليها غيابيا بالإعدام ويسحبوا منها الجنسية السودانية والجواز السوداني. دي ما بتحتمل لها قاعدة يا برهان وتعني. ديل الناس ديل هبشوا أي حاجة، حتى الدين بتاعنا بدوا يلعبوا به ويتمسخروا به. ما عندنا حاجة أهم من الدين. ولا في حاجة بتخلي الدولة تسكت، ولا في حاجة بتخلي الدولة تتفرج. هنا الدولة لازم تكون حاسمة، يا الدولة تكون حاسمة يا يكون في تواطؤ. الناس زي الآن بيسيئوا لديننا وبيسيئوا لإسلامنا وبيسيئوا لرسولنا صلى الله عليه وسلم. قالت الرسول قال بكل استهداء وقلة أدب، من يعني لما اللساء تجي من عاهرة
دي مشكلة كبيرة. لما الإساءة تجي من عاهرة عفنة دي مشكلة، لما تجي من عاهرة ما عندها شرف تبقى دي مشكلة كبيرة، دي مشكلة كبيرة. عين طرشة ديل يا هون كلاب المنظمات العاهرات ديل، الناس اللي عندهم شرف ولا عندهم ضمير ولا عندهم أخلاق ولا بعرفوا والله، ديل الناس اللي دارين يدملوا الدولة الإسلامية والدولة السودانية، ديل اللي بيخافوا من الإسلام أكتر من خوفهم من الشيطان، ديل اللي ما عندهم مشكلة مع أي حاجة، شفت بس إلا الإسلام، ما تقول لي عندهم مشكلة مع لا بس مشكلتهم مع الإسلام، مشكلتهم الحقيقية الإسلام، الإسلام الإسلام اللي بيخافوا ليه؟ لأنه عارفين نفسهم الفساد، ما بيعيشوا إلا في فساد، ما بعيشوا إلا هم سكارى، ما بعيشوا إلا في خمارات، ما بعيشوا إلا في بارات، ما بعيشوا إلا في بيوت دعارة، والحاجات دي مع الإسلام ما بتجي ومع النظام العام ما بتجي. عشان كده العاهرة رشا تطلع تسي وتقول لك قال الرسول وقال وكلام هو ما قال، كلام هو ما قال وكلام فارق استهزاء، ده هنا دل الانحطاط ذاته. عشان كده من السلطات السودانية البرهان على طول طوالي دي ملحدة، إلحاد تصف بالملحدة، رسمي شعبي ملحدة مرتدة، دي سمة مرتدة، مرتدة عديل ارتدت عن الدين الإسلامي، ارتدت عن الدين الإسلامي يجب محاكمتها، يجب الجنسية السودانية، ما بشرفنا تكون الحيزبون دي سودانية، زول العفن الوسخة دي ما يشرفنا تكون سودانية، عديمة الشرف عديمة الأخلاق ما يشرفنا تكون سودانية. احنا ما عندنا سوداني بيعمل كده، ولا عندنا سوداني بيطلع، ما حصل عندنا واحد يهود محمود محمد طه ونميري والدلع الله ولا كذب، دي تلحق طوالي، دي مفروض تلحق ولا لف ولا دوران، تسحب منها جنسية، مخاطبة الدول اللي هي لو قاعدة في دول عربية يكلمون يقولون دي مرتدة، دي مرتدة، كلام ده واضح، لانه انت لو خليت الخطاب الديني يتطور كده والاستهزاء كده بنقل دولة ما عندها دين ولا عندها اخلاق بامانة. زولو دي اساءتنا في ديننا واساءت الرسول صلى الله عليه وسلم بانها قالت كلام هو ما قاله، استهتار منتهى الاستهتار، يعني قمة التفاهة وقمة النتانة وقمة الوضاعة، دي مش عاهرة، عاهرة ذاتها ممكن تكون احسن منها نوعا ما، دي فاتت العاهرات، دي عديمة أي حاجة، أي صفة سيئة بتلقاها في الرمة العجوز الشنطاضي. الحيزبون دي ربنا ما خاتي لو عامل عيونه زي عيون الشيطان، أصله شفت ربنا سخته كده عيونه زي عيون الشيطان، عشان كده مفروض طوالي تتحاكم. نحن ديننا ده خط أحمر، الدين الإسلامي حقنا ده خط أحمر، لا بنلعب فيه ولا بنجامل فيه. الحرب دي كون براها والإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم، ويقولوا ليه زي الكلام اللي قاله مزمي الفقيري قبل اليوم، نفسي والرسول كسر ملف السيد نفسي، ليه؟ لأنه مزمي الفقيري ما تحاكم، عشان كده بتطلع السفيه هذه برضو نفس الشيء. دي الناس طوالي ما عندهم حتى التوبة، ما في حتى التوبة ما عندهم. الكلام ده نزلت افتاءات كثيرة في مزمي الفقيري، نزلت افتاءات مفروض يمشي لله زمان، عايش سايب باق عمر. كذلك هذه الرمة، هذه الخنيتة العجوز الشمطة، هذه مشكلة، هذه العجوز الشمطة مشكلة، الحيزبون مشكلة. عشان كده الدولة ما تتساهل في الحاجات زي دي، الشعب السوداني كله واعي وعارف، مفروض الدولة هنا تتخذ القرارات عشان ما نبقى مضحكة. اي حاجه بقت مباحه عندنا كشعب سوداني، تطلع واحده عريانه برا، تيك توك مليانات الفاظ بذيئه عرايا، الان وصلنا مرحله بعيده دخلنا في الدين. طيب الدوله بتين بتحمل الكلام ده؟ الدوله لو ما اخذت لها خطوات 1 2 3 4 للحاجات دي، تاني الدوله فايدتها شنو؟ الدوله حتقف كده تتفرج، هتخلي الرمم الخناي ديل الناس اللي ما عندها شرف ديل يسيئوا كده؟ لازم الدولة أحكام تسحب الجنسية السودانية دي ما عندها شروط،
بتدعي له منو جنسيه، بتدعي له اي زول منو، حتى لو المولود امه سودانيه وابوها سودانيه، شنو يعني؟ ما خلاص الان هي فارقه الخط وفارقه الطريق، من مستفيدين منها شنو دي في السودان كونها تكون سودانيه غير تعرنا بتعمل لنا شنو؟ المفروض الدوله السودانيه تتدخل. الموضوع انتهى لهنا. نمشي لحاجه اخيره وقلنا نختم بها اللي هي الفاشر السلطان. يا جماعه المعارك في الزرق حول الزرق مدوره. شفت ناس المشتركه دي قالوا الا استلموا الزرق. الزرق دي قاعده كبيره حربيه وفيها ملتقى طرق وفيها كل حاجه تشوين الناس دي اللي بيجي هناك. الان المعارك دايره من نمس. المدفعيه شغاله كل حاجه. باذن الله تعالى حنسمع اخبار حلوه. ما تسمح طلص الجنجويد وعملنا وسوينا وما عندهم حاجة. والله احتقلوا لون واحد، قبضوا لون واحد، اسروا لون واحد الصباح، المشترك الظهر استلمته منهم قسما بالله العلي العظيم، نزلنا لك صورته، استلموا الصباح ديلك المشترك الظهر جابته منهم. الناس اللي حول لهم ولا قوة، ما عندهم اي حاجة. الناس كلهم بتعينهم صيجوا، الروس كلها سافنا، كلهم صيجوا. الان بيجيبوا لهم ناس من برا، بيجيبوا ناس من برا على اساس انه يتموا بيهم، وما في كلهم في الطريق ميتين، كلهم في الطريق ميتين. حتى بقت قناه الحدث تعمل شنو؟ في فيديو بتاع ناس واقفين في الصحراء وكده وقالت لك ديل جايين دعم، ديل ما جايين دعم، ديل بتاع الذهب تعدين. اتواصلوا معنا ناس من هناك قال ديل والله ديل بتاع الذهب التعدين هناك في المناطق دي، قال ما عندهم اي علاقه بالحرب ولا جايين ولا عندهم علاقه باي حاجه، ديل بتاعنا التعدين. لكن ده شنو ده؟ ديل قناه الحدث، قناه الحدث شغاله اخبار تلفيق 24 ساعه. الدوله السودانيه ما شايفه، وزير الخارجيه، وزير الاعلام، الناس دي انتوا ما شايفين الكلام ده؟ القناه دي عباره عن ناطق رسمي للجنجويد، عباره عن ناطق رسمي للجنجويد. مفروض على الاقل تعاينوا تشوفوا الاعلام. الان الجنجويد ما عنده اعلام، اعلامه يا هو قناه الحدث والعربيه. الاعلام الجنجويد الان قناه الحدث والعربيه، ما عنده حاجه، كذب ساعه 24 ساعه كذب، في الدقيقه بيجيبوا لك ست اخبار عن السودان، بس شغالين قصادنا، شغالين بس فاتحين القناه دي كلها وتكاليف ومذيعين وتلفزيونات ومخرجين بس قصاد الشعب السوداني. عشان كده الدولة تاخذ حاجاتها وتوعى. واخر حاجة وختامها مسكن، المبعوث الامريكي، المبعوث الامريكي ودى الهلالية. انا شفتك في الهلالية، انا شفتك، انا ودى المبعوث الامريكي ده، انا شفتك في الهلالية بتبيع في كمونية، بتبيع في حاجة، بتبيع في حاجة، انا شفتك في الهلالية. انت جاي تفرض علينا ان احنا كشعب سوداني شنو؟ نوقف الحرب؟ يا تهدد الشعب السوداني، يا تهدد الحكومه السودانيه تجيب قوات افريقيه. يا اخي الكلام ده اتقال قبل اليوم، جيب لك حاجه جديده. الكلام ده قالوا واجتمعوا عليه وقالوا قبل اليوم وهددونا به، ما نفع. عندك حاجه جديده؟ عندك حاجه جديده؟ تعال اعملها. انت عندك حاجة جديدة؟ قصة نحنا ونحنا، انتوا ما مسيطرين على حاجة ولا عندكم حاجة. انتوا دارين تخلوا جنجويد ينتصر عشان الدولة السودانية تكون مستباحة لكم. لكن احنا 48 مليون، ب 48 مليون كلاش نسوان على رجال. الان فاتحة روسيا ما شاء الله. السلاح بس يجيبوا سلاح الشعب السوداني كله. قسما بالله العظيم سفير منكم ما دايرينه، وطوص فيكم وفي العلمكم وفي المخرف حقكم اللي قاعد هناك، المخرف الزول المخرف ده طوص فيه وهو ذاته. انتوا لو ناس عاقلين بتجيبوا لكم مخرف تاخدوه فوق. انتوا قالين الشعب السوداني ده احنا كافرين بيكم، من الله خلقنا وما طيق وعارفينكم. واقسم بالله العظيم البشير ده قعد لكره لامريكا، لانه لو كان بي معاكم ما كان قاعد في السلطه. الشعب السوداني حتى تعاطفوا مع البشير لانه بيكره امريكا وبيجي يقول تحت جزمتي. ودي حقيقه، دي من الحاجات اللي قعدت الكيزان. شنو؟ الخطاب ضد امريكا، ليه؟ لاننا نحن بنكره ميتين امريكا ذاتها بنكرهها، دي الحقيقه،
ما عندنا لكم حاجة. كذابين منافقين، ما عندكم غيمة، كذابين، لا عندكم رجالة ولا عندكم حاجة. يا هم تعملوا تحت تحت براي وفوق براي، وإحنا بنقول لكم قسما بالله العظيم نتحداكم. السودان ده يخص الصومال طردتكم، دخلتوا أفغانستان دي فيها طالبان وطلعتوا منها فيها طالبان، والعملاء حقينكم لما قاموا خلوا البلد اللي بيتغطى بالأمريكان يا هم صيروا زي عملاء أفغانستان. شفتوا العملاء بتاعنا أفغانستان دي لك ما قاموا طوالي مع أول يوم الأمريكان طلعوا العملاء بدوا يركبوا الطيارة ببرا، بس دي الناس القحاطة دي أي زول بيتغطى بأمريكا وأي زول بيراهن على أمريكا وأي زول، والله بتخليك احنا ما عندنا امريكا ولا عندنا زول بيامرنا ولا عندنا زول، عندنا روسيا. وقصة امريكا ومنظمات انسانية وطالعين الليلة تتكلموا حقوق الانسان والناس بتموت، هذيك الناس بتموت في غزة. انتوا ما شايفين يا منظمات الناس بتجوع، الواحد واقف هذاك السودان مليون سنة ما تجي فيه مجاعة. شايفين لك كور وبياكلوا في هذاك السودان الحرب دي كم؟ جيبوا ما في اي حاجه. وقال جبريل قال لكم الحرب دي لو استمرت ما في مجاعه. هذيك المجاعه في غزه، المساكين ما لاقين ياكلوا، ما قادرين تدخلوا لهم ياكلوا، ومقفلين علينا الحدود. هذه لك انتوا لو عندكم منظمات وانتوا عندكم اخلاق وعندكم شرف يا بتاعنا المنظمات يا ريمم، هذيك غزه وهذيك فلسطين. تقولين احنا شعبي بليد غبي؟ لا تص في اي منظمه، واي منظمه ما سالي والله العظيم، بس السودان ده داير راجل قسما بالله داير النمير يرجع. نمش نجيب من المغابر نعمل له بطاريتين ثلاثه بطاطير زي حميتي ما طلع، نجيب نمير نعمل وناخدته ببطاريته دي والله العظيم يواجهون. نحن محتاجين يا جماعه اراده وطنيه. الان انا بقول لكم يا شعب السودان، الناس كلها تلتف حول القوات المسلحه. شفتوا الحشود الضخمه دي؟ الناس كلها تطلع في المناطق العسكرية تمشي للحاميات العسكرية تأيد جيش تاني وتقيف مع جيشها وتمشي برسولان دي على بكرة أبيها، تجتمع وتمشي للغيارة تحت الجيش، تقيف كده تأيد جيش، لأن المجتمع الدولي ده داير يحكمنا بالرجالة. المجتمع الدولي داير ياخذ البلد دي رجالة. المجتمع الدولي داير يفرض علينا العملاء والميليشيات وأولاد الحرام القحاطة وأولاد البارات اللي ما عندهم شرف. المجتمع الدولي جاي يجيب لنا السكران وجاي يجيب لنا الحيران وجاي يجيب لنا المرتد وجاي يجيب لنا الفاسد وجاي يجيب لنا الحرامي، داير ديل لانه ديل بيقدر يسرقون الدوله السودانيه ويشيل الحاجه الدايره، لانه ديل ما عندهم حاجه. المجتمع الدولي ما داير جيش دوله. المجتمع الدولي ما داير حكومه نزيهه. المجتمع الدولي ما داير شعوب، داير عملاء. عشان كده الان الجيش محتاج لنا والدوله محتاجه لنا. انت داعم للجيش؟ الناس تحدد، اطلعوا كلكم من الحاميات. الناس كلها تعرف انه الشعب كله ملتف حول الجيش. الحرب دي ما جنر علينا، الحرب دي ما بين البرهان وبين حميتي، الحرب دي بين الشعب السوداني والجنجويد، الحرب دي بين الشعب السوداني والمجتمع الدولي، الحرب دي بين الشعب السوداني ودويلة الشر. وده الحقيقة، دي الحقيقة. الحرب دي ما عندها، الجيش ده عبارة عن بدافع عن الشعب السوداني. الجيش ده تابع للشعب السوداني، ما تابع لبرهان ولا تابع لك، كان تابع لنا نحن. عشان كده يا جماعة الناس كلها تطلع تمشي الحاميات العسكرية تعمل يوم حاشد في بورسودان، اللعم يشيل المكسر، الناس تتلاقى هناك، تعمل يوم حاشد في عطبرة، تعمل يوم حاشد في شندي، تعمل يوم حاشد في كسلة، الدنيا كلها تشوف الناس مع جيشه والتلاحم. دي الرسائل اللي بتمشي للمجتمع الدولي. كل ما يلقوك انت واقف مع جيشك هم بيقيفوا، كل ما يلقوك واقف مع جيشك هم بيقيفوا، لكن يلقوك بعيد من جيشك بيحاولوا يضغطوا، بيحاولوا يعملوا، بيحاولوا يسووا ويهددوا زي التهديد اللمس. قال لك لازم على القوات المسلحه انها تتنازل عن الشرط بتاع جده. كيف يعني؟ نخليهم في بيوتنا ويتفاوضوا معاه؟ أنا ما بعرف. لا كده ده أنا سبحان الله. عشان كده شعبي السوداني الفرجة ما حبابة، قاعد تتفرج لك سنة. الآن دورك الآن أقيف مع جيشك، أطلع الشوارع، أملى الشوارع، خلي الغيارات تيجي تخاطب،
الناس تعمل يوم حاشد، الناس كل يوم في منطقة، الدنيا كلها تتلمى. الكلام ده بيرفع معنويات الجيش وبيرفع معنويات القيادة وبيخليها تواجه، لكن كل زول قاعد وكل زول في حتة والناس ما قاعد. لازم الناس تطلع، لازم الناس تطلع، لازم المجتمع الدولي يعرف انه الشعب ده معاه الجيش ده معاه شعبه كامل. لازم الناس تقيف، لازم الناس تعمل ايام، لازم تطلع، لازم تطلع. بورسودان دي على بكرة ابيها. شفت بورسودان دي؟ ده خطاب جماهيري يا برهان. مفروض انت ذاتك يا برهان تطلع تقول للشعب السوداني بكرة تعالوا هنا. مفروض تخاطب الشعب السوداني وتخاطب المجتمع الدولي من اللمة تحت الحشد. ده الشعب السوداني، ده الشعب السوداني المفروض يا برهان، دي الحقيقة. مفروض الناس دي كل يوم تكون في حتة، بورسودان يوم، عبر يوم، شندي يوم، مروي يوم، كل الناس دي تخاطبهم في تجمع حافل كامل. مفروض الآن الأيام دي لازم، لأنه الناس دي شغالين، الناس دي بيجتمعوا كل يوم، الناس دي بيمشوا، الناس دي بيقولوا، الناس دي بيعملوا، الناس دي بيسووا. انت لازم تكون عندك شغل مضاد، عارفين السفير شغال، الكفات شغال، واي حاجة، لكن الشعب الحاجات زي دي بيوقف الشعب السوداني. دخل الشعب السوداني في الغرار، خلي الشعب السوداني جزء من الغرار، خلي الشعب السوداني واقف معاك، خلي الشعب السوداني قريب منك، خلي الشعب السوداني فيس تو فيس معاك، واقف كده تخاطب مباشر. اعمل لك خطاب جماهيري اقف مع الشعب السوداني. شغله ما صعبه، اصله ما صعبه. دايره ناس تخطط، دايره ناس تتحرك، ودايره ما زمن وقفه. الحرب ما دوله واحده ولا دولتين ولا ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه، دول. الان احنا بننتصر وانت قاعد النتيجه بتاعت انتصارك. أسي قدر ما انت تنتصر في الميدان بهناك بيعملوا حاجات، قدر ما انت تتقدم يوم وهناك كوركو، انت تمشي لقدام يصرخوا بين شغالين. معناته الان جيشك ماشي خلاص، قربت عديل، قربت الاستسلام والانهيار والهنا وهنا، قربت. قدر ما تقرب ديل بكوركو، قدر ما تقرب شفت ديل، لازم ينقذوا الناس ديل. عشان كده ما عندنا خيار، الناس تتوحد، الناس تمشي تطلع للحاميات، تطلع للجيش، تفوض جيش ثاني وتفوض جيش ثالث وتدعم جيش. الله يديكم العافية ويدي الوطن العافية، وبإذن الله تعالى قربت ولا يشيلك شغل، بإذن الله قربت، والجاي بإذن الله وطن يسع الشرفة. الله يديكم العافية.